احمد نعم اجي ولدي نلبس لك باش نمشيو عند خالته. وشكون هاد خالته يا كبير؟ هذيك اللي كتعملنا غير اكل. لا هذه وحده اخرى. وهاد وحده اخرى واش كتعمل قهوه وكولاكا؟ واش حنا غنمشيو عند المراه باش نزوروها ولا غنمشيو باش ناكلو عندك؟ ملي نمشيو عندها تقول فيك الجوع، راه عاد كلينا دابا عاد. مرحبا بكم. بارك الله فيك. ايوا كيف نتينا؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. واحد كوثر فين هي؟ جبرتيها في الخدمه مازال ما جات. هي والله عاونه مسكينه. ماما شنو بغيت نمشي للطواليت؟ نوض للطواليت ولدي، هي غير هنا في الدوره. نوض يلا مشي يا خالته وراتك فين. والله الا كانت قلت لي مره اخرى. قلتي هيدا المرأة وهي ما جابتش الحلوى ديالنا بالعادي باش تخليها لولادها. وتينا شغلك، حنا جبناها صافي، تحطها ولا كاع ما تحطها؟ وحنا شاريين الحلوى بفلوسنا وما ناكلوهاش. طوال لك اللسان اليوم. علاش كتضربني؟ هاتينا دابا بسبابي غتاكل الحلوى. ها هي ولدي الحلوى، هاك كل.
وتينا تقول عما كليتي. ما فيا نذوقها. غير خليه ياكل. ما في صافي الحمد لله شبعت. بصحتك يا ولدي. ايه وعلى سلامتك. تقول انا كنخليك في الدار بالجوع. ماما شنو يعاود؟ قرب نقول لك. شو عندك؟ بغيت نعمل كاكا. مشي راه الطواليت عرفتيها فين جات. واش هذيك الثقبه عاوتاني؟ صافي ما خصنيش حتى نمشي للدار.